كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم عندنا في فيديو جديده. اليوم فكرت ندير واحد الفيديو على ليكترو دوميستيك اللي كنشوفهم بالنسبه ليا انا انديسبونسابل يكونوا في الكوزينه بالنسبه للعائلات اللي كيجددوا الكوزينه ديالهم، او لا المتزوجات المبتدئات اللي بغاو عادي يشريوا الحوايج الاتات للدار ديالهم. دونك اول حاجه كنشوفها انا انديسبونسابل هو الباتور. الباتور ما كيهمش الماركه كيكون، المهم الباتور ضروري يكون في الكوزينه. تحتاجي ديري مسكوتة، تحتاجي تبطي اي حاجه تطلعي ناطا باتور. انا عندي هذا ديال براون، ولكن كاينين تبارك الله في الاسواق جميع انواع الماركات اللي بغيتو. واحد يشري وحده على قد حاله، المهم تكون عنده في الدار. كيجيو بهاد لي بغا، وكيجيو بواحد الفوي اللي كطلع الناطا، وكيجيو بوحدين اخرين طوالين. هنا نوريوهولكم هادو. الا كانت عندك، الا كنتي كديري شي حاجه قاصحه دونك بهادو. هذه اول حاجه كنشوفها انا انديسبونسابل. ثاني حاجه هو لو بغا. لو بغا ملتي اوسو كيجي اكومباني بهذا. هو لو بغا كيتحيد من هنايا باش هذا كيجي هنايا. انا عندي ديال ماركه اخرى حيت تهرس ليا، تهرسات ليا، كيجي هنا هذا سولاك، ماركه سولاك اسبانيوليه رخيصه الكوزينه. هذا مسكين راه داي معايا واحد سنين، شوفوا كي داير، داير حقو. هنا كندير كلشي، كنطحن اللي بغيت الفواكه الجافه، كندير هنا حمص. ما تديوش على ضفاري، راه كنت في الحفله ودرت الصباغه وخصني عاد نحيدها. ما تديوش على ضفاري، سمحوا لي بزاف. سميتو كنطحن فيها كلشي، هذا الموس ماضي بزاف وكيقطي الغرض، البصله للربيع لكلشي الكرافس اللي حبيتي. وهذا البغا انا كنشوفه ماشي غير انديسبونسابل، هذا اكثر من انديسبونسابل. اللي بغيتي تطحني البوري انا كنستعمله بشكل يمكن يومي، كندير به العصير، كندير به البوري، كندير به كلشي. لو بغا فيه بغيت نقول لكم لو بغا كيجي بهاد المواس. من الاحسن فاش تبغيو تشريو لو بغا شريو اللي فيه 4 ديال الشفرات ديال المواس، لان كيطحن حسن. وماكينه اخرى اللي كنشوفها ضروريه هو هاد الطحانه الصغيره الكتريك، طحينه صغيره هانتوما راه يلا استعملتها البارح باش نطحنوا المسائل الصغيره. القهوه الناس اللي مبليه بالقهوه وكتبغيها معطره ومقطره، فاش كتطحن طريه كتكون مجهده اكثر. النافع، الجنجلان، حبه حلاوه، المسكه حره، السكر الا بغيتي ديري سكر كلاصي، كلشي في هاد الماكينه الصغيره كتنفع، ماشي غير كتنفع، انا نفعتني بزاف 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 البنات. ومن الماكينات اللي كنشوفهم مهمين ايضا في اللي يكونوا ضروري خص يكونوا عندنا في الكوزينه، الباتور، يعني باتيدورا كنقولوا لها حنا باتيدورا. هذه ماركه ديال اوستر، واحد الماركه رفيعه بزاف كتصبر بزاف. راه عندنا حنا داروها لنا كادو في العرس ديالنا، عندها 11 عام دابا ولا 12 عام. واللي مزوين فيها ان الغراف ديال الزاج، وكيصبر وكيهز، كيهز لتر ولتر ونص، لتر 25 ياه على لتر ونص شحال هادي. وهي عندنا المهم من العرس ديالنا وهي عندنا دابا. عندنا هاد الباتيدورة، هادي البنات راه كيتباعوا في الليل. هاد الباتيدورة خرجت لنا مزيانه مزيانه مزيانه، كتجي بثلاثه ديال الكيسان، هانتوما كتجي بثلاثه ديال الكيسان، ثلاثه ديال الاحجام، الصغير نص لترو والماكسيمو 800 لترو. كيجيو فيها جوج ديال الماس، واحد خمسه ديال الشفرات وواحد بجوج. هذا المواد القاصحه، مثلا ديري عصير بالثلج وهذا كيهرسو كيطحنو مزيان، كتجي على هذا الشكل وكتحشى هنايا هاكا. هنا كيدار العصير في القرعه على شكل هذا. فاش كتسالي كتحلي على
كيجيب هاد الخطايا ديالو ها نتوما، ما حتاش كاع تقلبي العصير وديريه في كاس اخر ها نتوما، كديريه في هذا. ها هو السكاده ديالو اولا هذه الصغيره ها نتوما، مثلا درت شي عصير ديال الباتيدور ولا هذا في كميه صغيره نديرو هنايا ونشربو من هنايا، كنشوفو عملي جدا وما تبقايش عاد قوت قلب في القرعه الزاج، دير في الغراف دير في هذه مباشره، كنبدلو غير البطاطي وفيه ثلاثه ديال الاحجام يعني او باردون حجم عائلي وحجم ديال المفرد انفرادي، كنشوفو جد مهم في الكوزينه. ومن الماكينات ايضا اللي كنشوفها انديسبونسابل في الكوزينه اللي ضروري خص تكون عند في اي دار هي هذه ديال العصير البرتقال. كاين نجم بزاف ديال الاشكال والانواع، واحد يشري كل واحد يمشي على قدو يشري اللي في المستطاع ديالو، كتجي على هذا الشكل. حتى هذه راه معنا سنين في هذا الغرف، هانتوما انا كتشوفوا الغرف قوه الاستعمالات، كنستعملوه في الصباح في العشيه كلشي. كتجيب هادي كتهز جو كخوا كتهز شي سطرو على نيترو، هادي ديال كينغود، تا هادي راها معانا سنين وهي معانا. وماكينة أخرى تا هي اللي ما لازم ما تخطاناش من الدار، كنت كنقولكم البنات كنشوفها جد مهمة في الدار توستادورة. أنا فاش شتها في الليدل هادي شريتها، هادي الماركة سيلفستر راه ديال ليدل، وها نتوما راه مصورين فيها كلشي، ديري فيها الدجاج لي صوصيت لي ستيك الحوت الكامبا الخضر حتى البوستري، انا راه كندير فيها لي كريب والطوستاده ولي بروشيت ديال لا داند، وكندير فيها الخضر الا بغيتها مشويه. ها نتوما فيها جوج ديال الشوايات، ها كتحل عفوا، ها نتوما كتحل كامله كتولي كبيره، و لا بغينا نشدوها ها كتشد، وعندها هنا جوج ديال المفاتح هنايا، دا احنا رقلناها على هاد السيستم غير كنبرونشيو البريز كتشعل مباشره. هادي كنشوفها مهمه بزاف وحنا كنعطيوها واحد الاستعمال يومي يومي يا البنات يومي. وننتقلوا للماكينه اخرى، وبما اننا في فصل الصيف هي ليلاديرا، ليلاديرا يعني الماكينه اللي كنديروا فيها الايس كريم. انا كنهضر على الناس اللي ما كتبغيش تاكل الايس كريم ديال الزنقه، الوليدات وهذا، صنع منزلي، كتجيب الكتاب ديالها فيها الطريقه ديال الاستعمال. واللي كنديروا ان هاد الغرف كيدار في الكونجيلاتور ليله كامله كيتلج، وديك الساعه كنديروا المكونات ديالنا، كيجيب هذا الفرفار هذا وكنشعلوا عليه، كنكبوه من هنايا عنده هذا التوبو هنا كتكبو وكنريقلو. في الكتاب كيشرحوا لك على حسب على حسب الايس كريم اللي بغيتي ديري المده اللي غادي تستعملي، ولكن غالبا كلهم كيديو 30 نص ساعه 30 دقيقه كيكون صافي، ولا الكموس لي لادو وما ما كيتكريستاليزا ما والو، كيخرج رائع رائع رائع. هذه انا كنت شريتها شحال هذه شي عامين وثلاث سنين كثار، افي دو تريهانيو ماس دي دو هوتري، كثر من عامين وثلاث سنين باش شريناها، وكنديروها في كل وقيته الصيف كنديرو كنجبدوها كنستعملوها. وماكينه اخرى كنظن انا ماشي كاع الناس غادي ما عرفت ماشي كاع الناس يبغيو يشريوها، هذه البنات ماكينه ليكوادورا ديال الفاكهه اولا الخضر، كنقطعوها كنديروها هنايا كتهبط على هذا الشكل كيهبط لك الجو. الناس اللي كتبغي دير ديتوكس، الناس حنايا استعملناها بزاف، كنستعملوها جوج مرات اغلبيه جوج مرات في العام فاش كنبغيو نديرو واحد تنظيف ديتوكس للجسم سميتو ليمبيسا امباتيكا ايباتيكا ليمبيسا ايباتيكا، كتكون سو فورم ديال عصير التفاح يوميا اسبوع كامل، ولكن فيها بزاف ديال الشروط وكنديروها لا انا ولا الزوج ديالي، كننظفوا الكبد ديالنا من لي توكسين والجسم ديالنا وكيترونوف لا كامل لورغانيزم. هذه شريناها لهذاك السبب، ولكن كنشوفها حتى هي انديسبونسابل في الكوزينه لان
الناس اللي كتبغي العصير، الناس اللي دابا راه عرفتوا في الموضه خرج العصير ديتوكس ديال الكرافس والخضار هنا رائع. او اخر حاجه، ماشي اخر حاجه، ماكينه اخرى حتى هي كنشوفها ولات دابا ماشي غير ضروريه في الدار، وهي القطاره ديال القهوه. راه كاينين على جميع الاشكال. انا عندي هذه النسبريسو، كانت عندي دولسي غوستو ولكن كنفضل نسبريسو، احسن ماركه جو بونس، احسن ماركه، فيها ماركات اخرين كبار كيطحني فيها القهوه مباشره، ولكن بالنسبه لينا حنايا هذه باركات علينا. والغراف حتى هو هذا ماشي غير مهم، اكثر من مهم، ماشي كاع الناس عندهم الغلاي اولا كيتواجد عندهم الغلاي باش يغليو الماء. هذا كيهز حتى الاطر ونص، فيه كاين بزاف الانواع من الرخيص حتى ما اغلى، وعلى حسب الماركات. يكون عندك في الدار ديالك غلاي ديري فيه الماء طايب، يوجد لك فيه ثواني الماء، كتربحي الوقت، كتسهلي الحياه ديالك. هاد الماكينه شنو كيديروا لنا؟ كيسهلوا لنا الحياه، يعني ما كنجلسوش كنضيعوا الوقت وكنترهقوا بزاف في الكوزينه. هذا هو الغرض من الماكينات، هي ان الحياه نرجعوها فاسيل. وفي هذا الغراف اللي عجبني، هذا الغلاي، ان فيه الدرجات ديال، كنت هضرت لكم عليه في الكوزينه ديالي، كيشعلوا يطفى من هنايا وكيهز حتى الاطرو 700. ودابا البنات غادي نهضر لكم على هاد القطعه ديال الخضر والفواكه اللي اش غادي نقول لكم، شهوه في الدنيا، كنستعملها بشكل يومي والفلوس ديالها حلال. شريتها من ليدل حتى هي، رفضت عليها في كاع لي سونتر كوميرسيال وبقيت حاضيه حتى جابوها في ليدل. ها نتوما كتجي على هذا الشكل، عندها الغطايه هذه غطيتها، كتفتح من هنايا وفيها كيجيو فيها هاد لي زاكسيسوار، كيجيو فيها ثلاثه د لي زاكسيسوار على حسب شنو بغينا نقطعو. كديري الموس هنا مثلا، بغيت نقطع بهذا الشكل كنركبو هنا، كيجيو فيها هادو هاد الاحجام هادو اللي كنركبو هنايا نتوما، كنديرو هنا اللي بغينا نقطعو، براف كيهبط هنا لتحت. فاش كنساليو هنا اللي بغينا نقطعو، الا بغيتي تخبعيه هكا في الثلاجه حتى تبغي توجدي كتخليه هنايا. كيجيو فيها هاد لي زاكسيسوار هادو، مثلا بغينا نكرطو خيزو اولا القرعه وبغينا يخرج سبيرال، كنديروه في هاد الشكل هذا. نتوما كاين هاد الشكل ديال المميز، وكاين هاد الشكل اللي طويل، كيجي طويل فيها، كيجيو فيها جوج هادو، وكيجيو فيها ثلاثه ديال الماس. شريتها من ليدل، ما بقيتش عاقله شحال شريتها، كوانتو نص اليوم، يمكن 30 اورو ولا 35 اورو، والله ما بقيت عاقله شحال هذه، ولكن راه زعما شهوه في الدنيا. واخر حاجه البنات اللي حتى هي كنشوفها هي انا جد مهمه، هو الغوبو دو كويزين. هذا النوع سميتو مسيو كويزين اديسيون بلس، راه هذه هي اللي خرجت العام اللي فات، دابا خرجت وحده بلا كونيكسيون، ولكن كنشوفهم انا يعني كيديروا نفس العمل، والصراحه راه روعه 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 روعه. ها نتوما كتشعل من اللور، ها نتوما البانطايا ديالها، فيها هنايا الميزان، بغيتي توزني اي حاجه بغيتي طيبي، تعجني الفابوريرا يعني طيبي الماكله ديالك الفابور، انا غادي كتجي مع واحد الكسكاس انا غادي نوريه لكم، طيبي تعرقي تشحري مارشاتراس. فاش كنديرو مارشاتراس كنديروه بهذا، كتجي اكومباني بهذا الفوي، الفوي اللي كتجي هنا، هذه الغطايه ديالها ها نتوما، وهي على شكل هذا الغراف هذا ها نتوما. وهاد الفوي فاش كنبغيو نديرو ليموس اليوغور، فاش كنبغيو نطلعو البيض كنحشيوها هنا. فاش كنديرو لها مارشاتراس، يعني مارشاتراس كتخدم بهادي، كتخدم بهادي، هادي الغطايه ديالها كتحركي غير بهاد الماتيريال ديالها السيليكون، بحال شكل السيليكون، ما يمكنلكش ديري المعلقه ولا، وكتوزني. ها انت مثلا بغيت نوزن، غنبرك غير على هادي ها نتوما، ها هي كتعطيك، انا درت واحد الزليفه هنا ها نتوما كتعبر لك الميزان،
كتوزني كديري المسائل ديالك هنا طيبي بالقياس وكلشي، يعني كتختصري بزاف ديال لي زاباغاي في وحده، كلشي في واحد. انا الصراحه ما نكذبش عليكم، انا عجبتني بزاف، عجبتني بزاف. دابا خرجات لا ديرنيير اديسيون، ديرنيير اديسيون خرجات بكونيكسيون الواي فاي، يعني اراه ما عندك. هذه فحالها فحال كتجيب هاد الكسكاس ديالها، ها نتوما الكسكاس كيجي هكا مثلا. هنا كنديروا الخضار واللي بغيتي تفوري، وهنايا نديروا مثلا السمكه ولا الدجاج ولا اللي بغيتي ديري، وكنغطيوه بهذا وكيدار هنايا. كنشدوا هاد القباره وكيدار هنايا، ها نتوما كنركبوه هنايا و كنشدو صافي، وكنعطيوها الدقائق ديالها. راه كتجي بالكتاب ديالها، ها نتوما ها الكتاب ديالها، الكتاب فيه كلشي البنات. زعما الصراحه راه كنشوفو انا اللي غتشريه وتهزعف وتشريه ويكون عندها في الدار كلشي، ها نتوما فيه كلشي اللي بغيتي طيبي على طريقتك. كيجي الكتاب ديالها، ودابا هادو اللي خرجوا دابا هاد العام الكتاب راه كاين في ديك الويفي اللي كيكون هنايا، كتكون واحد كي كنقولوا حنايا البوطونه فين كتكونيكطاي. والبنات نسيت ما وريتكم هذاك الباتيدوره ديالي، ها كتجيب الكتاب ديالها الخاصه بالعصائر، وفيه جميع الانواع ديال العصائر، العصائر ديال التقويه يعني فيتامينات، عصائر ديال البروتيين، عصائر بزاف ديال انواع العصائر هنايا. ها هي الشكل ديالها، كتجي حتى هي بالكتيب ديالها. وهذا هو البنات، نتمنى نفيدكم تكونوا استفدتوا من لي زاباغاي ديال الكوزينه، وفكرت فيه نديرو الصراحه. بزاف ديال البنات اللي كيهمهم الامر، وبزاف ديال الناس يقدر يستافدوا من الفيديو، وهذا هو الغرض اننا نتعلموا ونستافدوا من بعضياتنا. وشكرا بزاف، وإلا عجبكم الفيديو شيروا له بلايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة ديالنا، ومع السلامة.